طفرة في العقار ونار في الأسعار، أزمة مستشرية تشهدها مدن إقليم كردستان العراق. فالارتفاع المبالغ في أسعار العقارات فاق التصورات، إلى أن أضحى المسكن الهم الأول لسكان مدينة السليمانية وأربيل. فالتدفق الهائل للنازحين إلى مدن كردستان باعتبارها أكثر أماناً واستقراراً بعيداً عن أجواء العنف والفوضى أثر في أسعار العقارات بدرجة كبيرة. قضيت أكثر من شهر كامل وأنا أبحث عن منزل، غادرت كل مكتب عقار بخيبة أمل عارمة، وعندما سألت عن أسباب ارتفاع الإيجار قالوا لي إنه بسبب النازحين الذين لهم قدرة على دفع أغلى الأسعار في المدن كلها. مدن كردستان تجلس على قنبلة عقارية آيلة للانفجار، فالأسعار كانت تتصاعد مرتين أو ثلاثا في العام، أما اليوم فارتفاعها أصبح بشكل يومي. قنبلة الإسكان تلك من شأنها إذا انفجرت أن تخلف عواقب اقتصادية وسياسية خطيرة. والله يوميا 20 واحد 30 واحد يجي، يعني بالعشرين واحد ما يجي فالبيت ماكو، ما خلص، ويعني كل ساعة ثلاث نفرات أربع نفرات خمس نفرات يجون يسألون عن البيت، ماكو بيت، ما يعني قليل كلش. صار لنا شهرين إحنا قاعدين أوتيل سبب إنه ماكو بيوت أو ماكو إيجارات أو غالية، وهسه أنا قاعد ندفع بالشهر تقريبا مليون يعني كإيجار، إحنا كعائلة صغيرة يعني، والإيجارات حيل غالية يعني وبيوت قليلة. الطلب على العقارات أصبح يفوق العرض، حيث أن بيانات كردية رسمية أفادت بأن عدد النازحين يزيد على مليونين، منهم نحو 95 ألف أسرة عراقية نزحوا نتيجة دوافع أمنية جراء العنف الدائر بين القوات العراقية وتنظيم الدولة، وسط مخاوف الأمم المتحدة التي طلبت مساعدات إنسانية، مساعدات من شأنها معالجة الأزمة الإنسانية التي تتفاقم يوماً عن يوم.